هل الوقوف والالتصاق بجدار الكعبة من أي جهة من الجهات أمر مستحب؟ هذا لم يرد به دليل، الالتصاق بالكعبة أو التعلق بها هذا لم يرد به دليل. والذي يريد الدعاء ويريد الصلاة يستقبل الكعبة ويدعو ويصلي ما شاء في غير أوقات النهي بدون التصاق بالكعبة. نعم. يقول كنت جالسا في الحرم، وأيضا الالتصاق بالكعبة يضيق على الطائفين ويؤذي الطائفين. نعم.